وشأ. أنا عمري ما كنت بدور على نجومية، يعني أنا طول عمري بحب التمثيل ونفسي أمثل دور أدوار تعجبني، يعني نفسي كنت دايما حاسة إن الممثل بيقدر يخرج من جواه حاجات مختلفة كتير، بيبقى عنده مليون شخصية يقدر يعملهم. فكان من زمان نفسي إن أنا أمثل وإن أنا أقدر أعبر عن شخصيات كتير قوي في الحياة. عمري ما كان حلمي إن أنا نجومية، بس كان نفسي في نجاح أكيد، لأن أي حد بيشتغل في أي حاجة بيبقى نفسه ينجح. لما بتنجحي في حاجة والناس بتحبك في حاجة دايما بيبقوا متوقعين إنك الأحسن، دايما الحاجة اللي هتعمليها تقارن باللي فات ويتقال إيه ده إيه ده، لا اللي فات أحسن. فأنا بحاول أركز إن أنا أعمل حاجة جديدة، حاجة مختلفة، عشان إن شاء الله يا رب اللي جاي يعجبهم أكتر من أي حاجة قدمتها. أنا عمري ما جالي سكريبت وجالي دور معين وبصيت على دور تاني، أنا ببص جالي دور عجبني أوكي، ما عجبنيش خلاص. بس عمري ما وأنا بقرأ دور أبص على دور حد تاني. كان في كتير قوي ماستر سينز، لأن كان في انفعالات كتير وكان في مشاهد عياط كتير، كان فيه لأن كلها كان ليها بعد إنساني، يعني موضوع إن هو جوزها يتجوز عليها وتبقى قاعدة وعارفة إن جوزها بيتجوز برا، وبعد كده مشاهد إن هي حاسة إن هو ما بيحبهاش. يعني كان فيه مشاهد كتير صعبة، وكان فيه ماستر سينز كتير، وكلها كنت بحاول أنا أطلعها حقيقة، يعني كنت بحاول أحس إحساسها بجد عشان تطلع. فكنت ساعات بتعب. أنا خريجة إعلام ماس كوم AUC وعندي 26 سنة. أهلا ويا. مش قوي بس مبسوطة أنا أهلا ويا لأنها بنكسب كتير. فكرت شوية في الأول وأنا في الجامعة أن أنا أبقى مذيعة، بس حسيت أن أنا مش شاطرة في الموضوع ده. نفسي سينما، بس لسه مستنية حاجة كويسة. عندي كذا حاجة بس عايزة ما أدخل سينما، يعني أدخل صح مع مخرج مهم، مع دور حلو. المسلسل ده أول اللي كلمتني عليه دينا كرايم، هي اللي رشحتني للدور، وقابلتها وقالت لي على الدور، والدور عجبني جدا لأن حسيت إن هو دور حلو ودور مختلف خالص عن شأن. وبدأنا تصوير، وكنت أول مرة أقابل يمكن أمير أول يوم تصوير. هو أمير شخصية لطيفة جدا في اللوكيشن، تحسي إن إحنا كده اللوكيشن كله صحاب، يعني كان جو حلو، كواليسه حلوة قوي. كان المسلسل ده المشاكل ملاش علاقة بينا، يعني أعتقد دي كانت مشاكل إنتاج مع القنوات وحاجات كده، تعطلنا الفترة ورجعنا تاني. حد كده معايا في المسلسل فقال لي سمعتي عن مشكلة المؤلف، قلت له مشكلة إيه؟ فقال لي هو طلع قال كذا. أنا كنت فاكرة إنه طلع كده بعد رمضان. لا بس احنا شخصيا ما نعرفش المشكله دي، لان احنا كان الورق بيجي لنا والورق تمام، فما اعرفش. يمكن انا في الطبال ما كانش عندي شغل قوي مع روجينا وامل، كان شغلي كله مع ريم وامير يمكن، وريم كمان صاحبتي، كنا بنتبسط قوي في الكواليس، نروح نقعد نلعب ولينا صور كده عبيطه كتير هنا. بس انا ما لحقتش اتفرج بسبب ان انا كنت بصور في الطبال لحد يوم 28 رمضان، فانا ما بلحقش خالص اتفرج. كنت بتفرج على المسلسل بالعافيه، يعني في حلقات كتير جدا ما شفتهاش من المسلسلين، فما لحقتش قوي اتفرج. بس دلوقتي بدات بقى اتفرج تاني. انا بشوف موضوع التترات من زمان، من قبل ما امثل بصراحه كنت بستغرب الممثل اللي يتكلم في التتر، لان بحس ان انا لما كنت زمان قبل ما امثل كمشاهده عاديه عمري ما بهتم بالتتر. ولو سالت اي ناس، لو رحت سالت مامتك او باباكي او كده، اساسا التتر هو مش بيقرا الاسماء، هو بيسمع التتر ويتفرج على الشطات يشوف ايه اللي هيحصل بعد كده قدام. ترتيب الاسماء مش بيفرق في أي حاجة، ولا بيفرق في نجاح شخص أو شخص تاني خالص، هي جزء يعني روتيني. يعني وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org